مركز ويلث يرحب بكم. اليوم سنتعلم كيفية فتح صفقة بيع للربح عند نزول سعر الأداة التي تم اختيارها في منصة إيتورو. ما هي صفقة البيع أو صفقة البيع على المكشوف؟ البيع على المكشوف يتطلب تداولاً هبوطياً أو سلبياً على الأداة، فبدلاً من الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع، فإنك تبيع بسعر مرتفع والشراء بسعر منخفض وتحقق ربحاً من التغير في سعر الأداة. مثال على عملية البيع على المكشوف للأسهم في شركة إكس، إذا كنت تعتقد أن سعرها سينخفض، فبدلاً من فتح صفقة شراء ستفتح صفقة بيع. تقوم بفتح التداول عند سعر $1000 أمريكي، وسعر شركة إكس ينخفض إلى $800 أمريكي، ثم تحقق ربحاً قدره $200 أمريكي، الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق للسهم. يتم البيع على المكشوف في منصة إيتورو باستخدام عقود الفروقات CFD. لفتح صفقة بيع، اذهب إلى خيار الأسواق واختر الأداة التي تود التداول عليها. ستفتح صفحة داخلية للأداة التي قمت باختيارها، اضغط على صفقة. ستظهر لك هذه النافذة، اختر بيع. يوجد لديك خيارين لتنفيذ عملية التداول، خيار أمر وخيار صفقة. خيار صفقة تعني تنفيذ عملية البيع على سعر الأداة الحالي، اختر صفقة. حدد المبلغ المراد التداول به. حدد الرافعة المالية المراد استخدامها، ثم اضبط المبلغ المراد أخذ الربح عنده ومبلغ إيقاف الخسارة. ثم اضغط فتح صفقة. سترى الصفقة في المحفظة بعد إتمام العملية. والآن لتنفيذ عملية التداول عن طريق خيار أمر، اذهب إلى خيار الأسواق واختر الأداة التي تود التداول عليها. ستفتح صفحة داخلية للأداة التي قمت باختيارها، اضغط صفقة. ستظهر لك هذه النافذة، اختر بيع. خيار أمر يسمح بتحديد السعر المراد التداول عنده، اختر أمر. حدد السعر المراد التداول عنده. حدد المبلغ المراد التداول به. حدد الرافعة المالية المراد استخدامها، ثم اضبط المبلغ المراد أخذ الربح عنده ومبلغ إيقاف الخسارة. ثم اضغط إنشاء أمر. سترى الصفقة في المحفظة بعد إتمام العملية في الأوامر المعلقة. مركز ويلث للتدريب يتمنى لكم تداولاً موفق. يمكنك التواصل مع مركز ويلث للتدريب في أي وقت في حال وجدت أي صعوبة على الأرقام التالية. مركز ويلث يتمنى لكم تداولاً موفق.